وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المجلس الأعلى للأمن بشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال ترأسه للمجلس بمقر الرئاسة، حيث أكد على ضرورة مراعاة مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع.